تحية النساجون الشرقيون، وماذا نرى لهذا السهم والقلق اللي بيصاحب الناس؟ وما زلنا منتظرين ردة فعل من عند المستويات دي اللي هي مستويات الطلب اللي احنا عندها، اللي ما بين مستويات ال 17 جنيه و 60 قرش لحد مستويات ال 18 جنيه و 30 قرش. ليه بقول الكلام ده؟ لما انا يكون عندي قطرية وبدأت منها كل هذا الصعود وكسرتها، فانا بستهدف منها ايه؟ بستهدف منها مستويات ال 261 فيبو من المستويات دي عشان اعمل الموجة بتاعتي كلها. فانا عملت اول هدف بتاعي ضربت مستوى ال 161 فيبو، فالهدف الثاني بتاعي يكون ما بين مستويات ال 21 جنيه وربع لحد مستويات ال 22 23 جنيه. ليه؟ عشان يكتمل عندي هذا النموذج بهذا الشكل، اللي هو يبقى 1 2 3 وتراجعت ب 4 وما زلت ببحث عن قمه للموجه الخامسه، وده اللي انا عايزه. وعندي دعم قوي جدا عند مستويات 17 جنيه و80 قرش اللي انا كل ما بروح عنده برتد منه، اللي هي مستويات ال 100 فيبو ومنطقه العرض القويه اللي انا كسرتها واستقريت فوق منها. فما زال للسهم القمه ما قبل تصحيح كل الدوره السعريه اللي بدات معانا من عند مستويات ال 13 جنيه و80 قرش، فلا داعي للقلق. واحنا في منطقه طلب، ولو تراجعنا عنها نستهدف الشراء، وما زلنا نبحث عن قمه فوق مستويات ال 21 جنيه و15 قرش. وبالتوفيق.